إخواني مجتمع الأعمال في مصر والسعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا أمة واحدة وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وأصلي وأسلم على أنبياء الله أجمعين وخاتمهم سيدنا محمد نبي التنمية المستدامة، الذي قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليفعل. الإسلام دين تنمية مستمرة حتى إذا قامت الساعة وليس هناك مستقبل فيأمرنا بزرع نخلة. هذا واجبنا نحن كمجتمع أعمال في البلدين. أشكر إخواني أعضاء الجانب السعودي ومعالي أخي الدكتور عبد الرحمن الزامل وأخي عبد الله مرعي بن محفوظ على حسن ثقتهم واختيارهم لي لترأس الجانب السعودي في هذه الفترة التي مطلوب منها أن نتخذ من تصرف خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز في دعمه اللامحدود لمصر لإيمانه بمكانة مصر بين العرب وبين المسلمين، يجب أن يتخذ القطاع الخاص أسوة وقدوة حسنة من خادم الحرمين الشريفين، ونعمق هذه الصلات الاقتصادية مع مصر، لأن مصر نصف العرب، ولا أريد أن أعدد مزايا مصر ولا محبتي ومحبة السعوديين لمصر، فقد عبرت عنها كثيرا. ولكن اجتمعنا أمس في الجانب السعودي لكي نضع خطط للمرحلة الحالية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية. أود أن أشارك إخواني في الجانب المصري هذه الرؤية. الجزء الأول يختص منها بالمشاكل والماضي. إن شاء الله في ظل القيادة السياسية والإرادة بين الزعيمين جميع المشاكل من الممكن حلها، ولكن ليس مجال عرض المشاكل وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة، لابد أن نستعين على أمورنا بالكتمان. وطلبت من إخواني في الجانب السعودي إنه إذا أي أحد عنده مشاكل أنا أعطيهم إيميلي وتليفوني يتصلوا بي عشان نتعاون على حل هذه المشاكل، ولا نضع في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلا الأشياء المشجعة. بالنسبة للمستقبل، يجب إخواني أن ترتبط اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي بأعمال لا بأقوال، ويجب أن نخرج عن نمط اجتماعات الأدباء والسياسيين، وأن نؤرخ لكل اجتماع بعلامة على الطريق. إخوانكم أعضاء الجانب السعودي اليوم ذهبنا إلى قناة السويس وأطلقنا مبادرة من هناك بإنشاء شركة جسور، جسور المحبة بين السعودية ومصر، وبرأس مال 3 مليار جنيه، ولكنها شركة استشارية محركة ومستثمرة ومروجة للاستثمار، بحيث النموذج المالي الموضوع لها 3 مليار رأس المال الأساسي سيولد بإذن الله في خلال سنوات قليلة مشاريع ب 300 مليار جنيه لمنطقة تنمية قناة السويس. هذا أعلناه اليوم ولقي صدى كبير عند المسؤولين في قناة السويس وعند وسائل الإعلام. وفي نهاية هذا الاجتماع أستأذنكم أن هناك شركتين سعودية ومصرية تريد أن توقع اتفاق على استثمار
مشترك لنجعل في قائمة جدول أعمالنا دائما مشاريع مشتركة تعمق العلاقات الاقتصادية بيننا، أما المشاكل وتذليل العقبات فنحن إخوة ولنا أسوة حسنة في قياداتنا، فالدعم المطلق الذي جاء من الملك والتقدير المطلق الذي جاء من فخامة الرئيس السيسي يجعلنا نتخذ من هذه العلاقات قدوة لنكون رجال أعمال لا أقوال. أرجو أن يتفق معي الجانب المصري في هذه الرؤية، فقد وافقني إخواني بالأمس على هذه الرؤية وتم الاكتتاب في 1,500,000,000 جنيه في أقل من ساعتين، كما لبى الشعب المصري نداء الرئيس السيسي في موضوع حفر القناة وجمعتم في 8 أيام 64 مليار، كذلك الإخوة السعوديين في ساعتين جمعوا هذا المبلغ تعبيرا عن دعمهم لسياسة الملك عبد الله وعن حبهم لمصر. أرجو أن تكون جداول أعمالنا دائما على رأسها هذه الأعمال المشتركة التي تعمق العلاقات بين البلدين، وأتوزع إيميلي وتليفوني على كافة الإخوة أعضاء الجانبين وكذلك الأخ عبد الحميد أبو موسى فعل، لنتعاون على حل المشاكل دون أن نتخذ من وسائل الإعلام وسائل للتشهير ببعضنا البعض. أشكركم جميعا وأشكر إخواني السعوديين على ثقتهم